تشهد عدة تحولات على الصعيد المنوي والهيكلي والبشري، وذلك نتيجة أولا للإرادة السياسية والعوامل الدولية والداخلية. كذلك التغيرات التي عرفتها الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. لذا فإن عصرنا وتحديث قطاع التوثيق العدلي يعتبر من المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. ذلك ونظرا لأهمية من السادة العدول وملامستهم لمختلف نواحي الحياة اليومية للمواطنين، فقد أصبح من اللازم البحث عن تحسين أداء السادة العدول وتمكينهم من الآليات والوسائل الضرورية لذلك، والرفع من جودة عملهم اليومي خدمة للمواطنين وللوطن. للأسف الشديد، جائحة كورونا عرت واقع وظروف اشتغال السادة العدول التي لا ترقى لتطلعاتهم لتقديم أحسن خدمة للمواطنين المغاربة، فاشتغالهم لا زال قائما على وسائل تقليدية في زمن السرعة والرقمنة. ولا شك أن وزارة العدل في إطار تحديث وعصرنة قطاع العدل ككل واعية بدور السادة العدول، لهذا أحدثت منصة خاصة لإيداع أذونات الزواج، غير أنه لم يتم تفعيل تلك المنصة الإلكترونية التي من شأنها تخفف من وطأة المعاملات الورقية وإكراه التنقل بين المكاتب العدلية وأقسام قضاء الأسرة. ونتمنى أن يتم استجابة لمطالب السادة العدول وإطلاق هذه المنصة في أقرب وقت، لما لها من دور كبير في تسهيل مصادر توثيق عقد الزواج. مؤخرا سمعنا عن الزواج عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحقيقة أن الأمر لا يعدو أن يكون إشاعة لا أساس لها، فالمواطن لا زال مطالب بجمع وثائق وإيداعها لدى السيد العدل، الذي بدوره عليه إعداد ملف ورقي لطلب الإذن بالزواج والتوجه به إلى قسم قضاء الأسرة من أجل مراقبتها والتأشير عليها من قبل السيد القاضي المكلف بالتوثيق. وهذه الإجراءات المعقدة كرستها مدونة الأسرة وعقدت الحقيقة عقدت مسطرة توثيق عقد الزواج عقدتها كثيرا. بالتالي فتبسيط مسطرة الزواج أضحى اليوم مطلبا شعبيا وهو اختصاص للسادة العدول منذ زمان. كذلك الحال بالنسبة للمحافظة العقارية التي فتحت منصتها الإلكترونية لبعض المهنيين دون السادة العدول، رغم أن السادة العدول هم من يؤسسون الملكيات ويحفظون حقوق المواطنين العقارية. لهذا نطالب المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الانفتاح الإلكتروني على السادة العدول قصد ولوجهم لفضاء المهنيين والقيام بالإجراءات المتعلقة بالتحفيظ من طلبات الإيداع والتقييد وإيداع ملفات تقنية والاطلاع على البيانات وكل الخدمات التي تقدمها الوكالة. في الأخير فإن رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات وتمكينه من ولوج المنصات الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية ذات صلة بمهنة العدول تصب في صالح مصلحة المواطنين المغاربة الذين يروا أن مهنة السادة العدول تعتبر هويتهم وعمقهم الثقافي والتاريخي. والجمعية المغربية لعدول الشباب ومن خلال بيانها الأخير ومراسلتها للفرق البرلمانية التي وجهت بدورها أسئلة كتابية للجهات المسؤولة على تسريع رقمنة معاملة التوثيق العدلي على قناعة تامة أن ذلك من شأنه أن يرفع من قيمة وجودة الخدمات التي يقدمها السادة العدول للمواطنين.